ومن طريف ما أختم لكم به كلمتي هذه ما وقع لي لما بدأت دروس الموطأ تذاع على التلفزة المغربية. مرة جئت إلى الدرس فجاءني مؤذن المسجد برسالة وصلتني من الأردن من امرأة. فلما رجعت المنزل فتحت الرسالة الدكتورة فلان الفلانية، والرسالة ورقة كبيرة مملوءة من الجهتين. أول ما تقول لي فيها تلك المرأة: أنا لست مهتمة بالعلوم الشرعية، هذا شيء لا يهمني أنا، وأول ما جذبني إلى درسك هو ابتسامتك وثيابك الجميلة. وانطلقت كلام، أقول لكم الورقة مملوءة من الصفحتين، مهم ذهنكم ليذهب حيث شاء لكن يبقى فيما أحل الله. في آخر سطر تقول لي: ولا تظن أني أتغزل بك فأنا في عمر جدتك. الشاهد ما هو؟ الشاهد أنها صارت تنظر إلى الدرس وتهتم بالفقه وتهتم بالحديث وتهتم بالوعظ وتهتم بالذي بالأمور التي كانت لا تهتم بها. ما الذي جذبها؟ هو ما تزعم هي أنها تقول ابتسامة، مع أني أنا قليل التبسم، يمكن أنا قاعد ما عندي ابتسامة حسنة، لكن هي تقول كذا وثيابك فإذا كان ثوبك يأتي بإنسان بعد ذلك يسمع كلاما لا يدعه لا يبقيه ناظرا إلى الثوب لكن يجعله منصتا إلى القول، فنعم الثوب هو.